اولي جونر سولشاير لتولى المهمة. وادي خطأ كبير وفرصة وخطأ من يونغ وخروج رائع من جانب ديخيا. وامامنا هو القرار ايه من حكم اللقاء مايكل اوليفر. ادي كورة اذا بداية مثيرة وتصلح وميلنر وتسديدة وترتد، ولكن على طول الكورة تطلع الى ركلة مرمى مايكل اوليفر. تاني بريمير ليج فاز في 8 وتعادل فقط في مباراة بيرلي. امامنا كرة امامية اذا للاف اي كاب نادي مانشستر يونايتد. انطلاقة هنا من جانب راشفورد وبوجبا اللي فازت على تشيلسي. كرة ملعوبة حلوة قوي في اتجاه راشفورد يا ولد. التسديد محمد صلاح لم يسجل في مرمى مان يونايتد. يراوغ ويناول ويمر ويعدي ويا لكن اندرسون كرة في الجنب اليمين. ميلنر الى ماني يلعبها بالعرض، لكن امامنا هنا المباراة الاخيرة لنادي مانشستر مع قيادة اولي جونر سولشاير. طويلة كرة مانشستر. ادي امامنا انطلاقة وادي محاولة مرور من جانب ماتيب وحكم اللقاء يدي فاول. هدف وسجل 7 أهداف في الموسم الماضي، هدف وحيد في مرمى الأرسنال هذا الموسم في مرمى الخمسة الكبار، ولكن كرة من صلاح تطلع إلى خارج الملعب. فيرمينو أمامنا وادي تعرق حلو قوي. روبرتسون العرضية يظبط العرضية، لكن يا سلام التغطية. إيريرا غادر الملعب وادي السلام على طول محمد صلاح ولين لافة العالية. الصراع هنا ادي فان دايك يفكر يلعب براسه لكن لعبها للمساندة من بوجبا. بول بوجبا يلف كرة حلوة لوكاكو، لكن فان دايك ال 193 سنتر وعلى راشفورد اللي شفته كان بيشتكي ركنية هنا. وادي امامنا راسية في صراع في اللقطة الماضية جيد من ليفربول والسرعة، لكن يا ولد يرجع ماتا وينقذ الموقف. وهناك تدخل من ميلنر وهناك اول انذار في لقاء ميلنر، اول انذار في هذه المباراة. ممكن ترجع مرة تانية. ميلنر ضغط من جانب ليفربول ولكن الفرص ليست موجودة في اللقاء حتى الان. في مطلع يناير امام ريدين كانت في الاف اي كاب. امامنا كرة ومحاولة لعب امام ودخل اندرياس بيريرا دي 20 واصيب كذلك ماتا وتم الدفع. ميلنر والمرور، ميلنر ولوك شو في مواجهة انجليزية والكرة اللي بالعرض، لكن حتى الان توت اللقطة الماضية. لكن امامنا التعادل سلبي. الكرات العاليه وادي امامنا هنا تقدم ترى بلا خطوره. وادي ستوريج واخد القرار وسدد الفاول لكن الى خارج الملعب. ادي صلاح يناول ويراوغ ولكن على طول راشفورد وميلنر يرجع حلو قوي. بوجبا ممكن يسدد، ولكن فان دايك وركنيه ثانيه. يعني تبادل كرات خطيره. ميلنر داخل منطقه الجزاء يلعب الكره العاليه لكن طلعت عاملها حلو قوي. لوكاكو المختفي تماما وهدف هنا، لكن أليسون هدف هنا ضائع 100% من جانب اللاعب لينجرد. لكن هجمة حلوة بوجبا دائما. بص بوجبا هو في هذه المباراة والمان يونايتد اللي بيكافح. وماتيب وضربة راسية من ماتيب. أمامنا هنا سجل في مرمى ساوثهامبتون. وأمامنا هنا أليكسيس سانشيز يناول يلعب الكرة العرضية. لوكاكو صراع في الكرات العالية ما بين لوكاكو وروبرتسون، ولكن لوكاكو هنا في واحدة من أفضل فترات اللقاء بعد ما لعب 17 دقيقة. شيء لا يصدقه لاعب المان يونايتد وايضا ساندي تيرنبول كل دول عندهم 9 أهداف. وبوجبا هنا في هذه اللقطه الاقرب للتسجيل تنفذ التبديلات الثلاثه اللي تمت. وادي كره من يونغ الكره العاليه أليكسيس سانشيز ورايه جديده وتسلل جديد الى فان دايك مره ثانيه داخل منطقه الجزاء. صراع بوجبا والحصار ويونغ امامنا، ولكن هناك فاول على ماتي. فاول رغبه في وجوده في لقاءات المنتخب الانجليزي اللي هياخدها في الفتره القادمه في تصفيات. كان هي دي المنافسه، هو ده تاريخ المنافسه. كره اماميه هنا استلام يفرق راشفورد لكن طويله الكوره. وادي ماركوس راشفورد بيقول لك راسيه لكن الابعاد هذه المره. صراع ميلنر ترجع الكوره ويضيع راشفورد الكوره لخارج الملعب في هذه اللحظات. الشاط ايضا حقق لقب الاف اي كاب. ادي امامنا هنا هندرسون والكرات العاليه تحرك مميز يلم بوجبا وكان معاه أليكسيس سانشيز لكن يكمل ويلعب الكرة. حاليا ليفربول والرابع، لكن حتى الان اللقاء امامنا هو دي التمركز. اللعب الارتكاز النهارده في غياب ماتش ورحيل في اللايني الى شاندو. هنا المحاوله، هنا بقى القيمه للاعب المهاري محمد صلاح. لكن يا ولد لوكس عاليه وانتظارها. ستورج يبحث عن المساحه. ستورج لكن فين التفاهم والانسجام. مانشستر سيتي المنافس والغريم وتعادله في اللقاءات الاخيره مع ليستر وويست هام. ادي استلام على طول محمد صلاح
الى ماني، كرات الخطيرة، البحث عن المسلل، لقاءاته كان سجل في ايفرتون في اطار الاف اي كاب، امامنا الرأسية، لكن فين كرة رأسية امامنا هنا وفرصة ضائعة هائلة من، وكذلك كريستال والمان يونايتد ومانشستر سيتي مع وسهام، الكرة لكن فينالدام لم يحسن التعامل، وادي رأسية جديدة والكرة الى خارج الملعب، كرة من ماتيب الى خارج الملعب، ضغط في هذه اللحظات من قبل ريال مدريد وبرشلونه، على طول الكره العاليه، على طول برادي سمولينج والفرصه، اوبا، رايه وماتيب، يعني اعاد توظيف اللاعبين وغير اسلوب اللعب، لكن خروج واي خروج، مره ثانيه استلام، المره دي محاوله المرور من جانب ماني، هل يقدم نفسه ماني، الكره العرضيه في البرازيل ومشاركه قطر في مجموعه الارجنتين والباراغواي وكولومبيا للحفاظ على فارق النقاط، روبرتسون امامنا، الكره الارضيه، محمد صلاح، لكن المره دي لينلوف امامنا لليل، اعاره لبولفسبورغ، وامامنا الكره العرضيه الخطيره، لكن يطلع تغطيه مميزه المره دي، على طول كره ملعوبه من ماني الى روبرتسون، ولكن الكره بتطلع لخارج الملعب، حس ان اللاعب صلوا على رسول الله على النبي.